ترند لطيف. بصوا اصلا انا بحس ان اول ما نسمع كلمة ترند اصلا بنفتكر الفنانة الجميلة رانيا يوسف. بحس ان هي كل ما تروح سواء كان مهرجان ايفنت ريد كاربت اي حاجة بتروح لها يعني بتعمل ترند بجد، سواء كان بتياب الفستان بديزاين بآرائها، ليها آراء جريئة ما بتخافش من حد، بتقول رأيها بكل جرأة، وده اللي بيخليني أحبها أكتر. كانت في برنامج سألت سؤال ممكن بعض منكم يستغربوا، يعني سؤال واقعي وبيحصل بس في ناس بتحب ان هي لسه تستخبى ورا صباعها. سألها هل ممكن ترتبطي او تتجوزي او تتخطبي، بس عشان هعيد الجملة دي احنا من الاول كده، تتخطبي او تكوني او تتجوزي اكس صاحبتك، اكس سواء كان خطيب صاحبتك سواء كان حبيب صاحبتك سواء كان طليق صاحبتك، ده معاني الاكس. قالت له لو كان من فترة بعيدة يعني من مثلا قول 10-20 سنة ممكن، عشان بيبقى المشاعر اصلا خلاص تغيرت، اكيد هيبقى هو شاف حياته وصاحبتي شافت حياتها. ولو من فترة قريبة لا، عشان برضو هي ما تعرفش لو صاحبتها ستيل بتحب الراجل ده ولا لا. وفي الحالتين عجبتني النقطة دي، عشان احنا مش كل يوم هنلاقي صاحبة زي رانيا يوسف. قالت في الحالتين انا هرجع لصاحبتي، عشان ممكن ستات كتير تكون انفصلت ولكن لسه في مشاعر جواها للاكس بتاعها او لطليقها او لخطيبها. فقالت في الحالتين انا هرجع لصاحبتي وعمري ما هفضل راجل على صاحبتي مهما كان. من هنا افتكرت مواقف كتير قوي في حياتنا بتحصل كل يوم، حاجات ممكن يكون المصدر بتاعها بجد كلام ربنا وكلام دين، لو تعمقنا فيها هنعرف ان بجد كل ده صح. عارفين لما يقولك البيوت اسرار؟ ليه الكلمة دي بتتقال؟ ليه بيقولولك لو انت دخلتي بيتك البيت بيتقفل اسرارك ما تطلعش خالص؟ عشان حضرتك لما تقعدي مع صاحبتك وتقول لها مثلا ده كان زعلان مني عشان كذا، ده انا جبت له اللون اللي بيحبه مثلا شميز اللون اللي بيحبه، عملت له الحاجه اللي بيحبها، اتخانقنا فروحتي قلت لها، صاحبتك بقت عارفه نقاط ضعف جوزك ونقاط قوته. وشفنا كتير قوي لما بتحصل مثلا مشكله بين اتنين مخطوبين او متجوزين، فبتقول لها صاحبتها طب بعتي لي نمرته انا هصالحكم على بعض، دي بتحصل كتير صح ولا لا؟ بتحصل، فهوبا بتديها الرقم، هوبا الراجل طار، مفيش اسبوعين ايه خطوبه وجواز على طول. هنا بنشوف قد ايه كلام رانيا كان مهم، مش كل يوم هتلاقي صديقه هترجع لك تسالك. اللي بيحصل ان صاحبتك بتخطف جوزك هتقولي مفيش راجل بيتخطف وانا معاكم، مفيش راجل بيتخطف، ولكن رجالة كلهم عينيهم زيغة، وعشان ما تزعلوش مش كلهم خلاص 90% عينيهم زيغة، ولكن لو الراجل ما شافش سكة مفتوحة من الست دي ما كانش هيكمل صح ولا لا؟ ما هو ممكن يبص او ممكن يتكلم، بس لو السكة ما اتفتحتلوش مش هيكمل. واكتر من ده العيب فين؟ ان دي صاحبتك. في ناس عادي عمال بتخطف جوز صاحبتها ويكملوا يتجوزوا من غير اي تأنيب ضمير. عشان كده نصيحة مني، حافظي على اسرار بيتك، حافظي على اسرار جوزك، اسرارك انت وجوزك محدش يعرفها، ولا حتى اهلك ولا حتى اهله ولا صاحبتك ولا انتمتك ولا اي حاجة. زعلانة متضايقة انزلي لوحدك تفرجي على موفي في السينما، روحي لفي شوية، روحي انزلي الجيم، ما تطلعوش اسرار بيتكو برا، عشان ده اللي بيسبب كل اللي احنا فيه ده.